وحلو تعرف الثقافة شو موجود بالبلاد هاي، ويعني أسواق شعبية طلعنا عنها، بس اليوم إن شاء الله بكون بنكهة مختلفة ومرتبة. هذا فخار شغل يدوي. فخار ها؟ شغل يدوي ها. One pound. Yeah. That's 2 pounds. Thank you. هاي قديمة هاي. How old is this one? Very old. 50s. قال لي قف عليها، بس قف شوف العقرب بتحرك. ها كفايه القزاز هذا اللون الاخضر انا بحبه. منظر عجبني قزاز. هاي اصليه مبينه اصليه كثير بقول معتقه هاي عمرها كبير. How much this one is؟ هو كنا بنط نخرب. ابو ريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد معاكو اليوم الأحد، وما أنه الأحد في سوق الأحد جايين أنا والشاب الديناري. أهلا وسهلا عمي، شلونك؟ كيف صحتك؟ سيدي أبو البشير أنا أخذ جولة سريعة ولطيفة وخفيفة وزريفة. هاي المنطقة العامة وهناك البياعين، صرتوا تعرفوا هذا السوق أنتو، ما فيش داعي نشرح عنه وتفاصيله وشلون بيساووه ومين بينظمه وشو بتدفع على الدخولية ومن هالسوالف هاي، وبنشوف بس إذا شفنا أغراض كويسة بنصورها. يعني الناس تيجي بتبيع أغراضها الشخصية عادة، وفي تجار بكون يعني موجودين أحيانا. خلينا نروح. خلينا نفوت خلينا نفوت. جاي تتفرج بس تضحك علينا يعني، وجوز تلاقي شغلة تعجبك. ها شو هاي قديمة هاي. نشوف هذا بس يا اخي انا بالفتني دائما بالفتني هاي الاواني هاي باوندين تحس ها يا yeah. Bulgarian. I think so. I don't know why I'm always attracted to these things. They're very nice. Nice display. Thank you. You guys display everything I like. Newspaper for it. How much this knife for? It's all right. I have a bag. Yeah. I put all some right. clothes no. around. Over a pound. One pound. Yeah. Hey. You can buy something. I'll take two. They're all new. Yeah. That's 2 pounds, sir. Thank you very much. Thank you. Enjoy. Thank you. Thank you. You display everything I like, so I like you guys. You take care. Take care. Bye bye. Right, enjoy. Please. When is the king? Bala shufin. هذا هني افتحها نزم افتح لي واحد نورجيها للشباب اللي معانا. هاي باوند بدينار. انا بحب السكاكين عندي بجوز 4 مليحات هذول. نفتحها بالله نشوف. هو كنا بنط نخرب. ابو ريان هلا هلا معانا. ابو ريان الوحش كيف صحتك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الورده الطبخ ما بده معلمين، تتذكر الفيديو اللي طلعناه سوا؟ بده نفس طيبه. بده نفس طيبه حبيبي ابو ريان الغالي. دكاش اسنان هاي؟ اذا الفطر هاي بتلقط الفطر بدينار بليره. شوف بتجنن بليره. انا اشتريت ب 25 الوحده من محل السكاكين، طلعنا فيديو شو اسمه؟ هذيك السويس غالي هاي. سويس معاي مش مشكله. هاي بريتش جيبسون مش مشكله. يلا مبروك. الله يبارك فيك. ها يا ابو ريان ان شاء الله بتلاقي طن مشروب. هاي 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 اللي اشتريتها بالفيديو بالزمانات. هاي ب 25 ولا 30 باوند اشتريناها. I bought this one 25 pounds and this one is 1 pound. I know it's Swiss this one but look this one. The one from you is nice. بدي اجيب لي واحد للباب اللي عندي، في الباب عندي مش مزبوط بس مش عارف قياسه لانه بكون في هنا قياس. لا مش ستاندرد يعني هذا طويل. شوف اشتري كامل هي جهاز كامل. لا ما انا مش عارف قياس اللي عندي قديش. يا عين الورد مين يشتري الورد يا ابو احمد غيرك؟ مين يشتري الورد؟ شوف هذا ببيعوا ايش؟ ساعات الزراعه وما زراعه، بس عجبني عجبني المدفع هذا. شايف هذا مدفع. شوف فضوضة بالله بس very nice.
How much this one is? That's £2. £2. £1 for me? Sorry? £1 for me? £1.50. I have £1.50. Cool. Thank you. Thank you, boss. Thank you very much. ساعة؟ حرارة. ساعة مع ميزان حرارة. Did you say that you think these are Japanese? So that's all. Boss, how much this clock? That's 20. 20. بين أصلية. معتقة إيها بقول. أبو البشير بقول معتقة. هاي عمرها كبير. ساعة مع ميزان حرارة بده فيها 20 بانت تأخذها ب15. هذا فخار شغل يدوي. فخار ها؟ شغل يدوي هذا. طيب اسأله بالله قديش الطقم. $20 for the set ها؟ $20 for the set. For the whole set. It's beautiful vintage. It is. Perfect condition. And if you find it on eBay, it'll be a lot more. بيرفكت كونديشن بقول لك وضعها ممتازه ب 20 باوند واذا بتلاقيها على الاي بي ب 20 باوند تعال راجعني زي سوالفنا طبعا المطاعم موجوده المطاعم المتنقله اللي شايفينها وراي بيعوا برجرات ما برجرات وشغلات والناس بتاكل ومبسوط هاي البسكليتات هاي حلوه هاي لا بتعرف بس انا ما بحبنش اللي زي هيك بحب العاديات بس ما بعد هسه نسأله قديش حق عادة كل واحد ب50 الا اذا كان هذول يعني اغلى ما بعرف 65 75 150 وهي 150 بقول الزلمة هاي حقها الدوهي جديدة 1500 باوند الان تبيعها 150 اللي كانت معاه البسكليت هاي مشتريها مشتري واحد جديد ب 22000 باوند يا حبيبي المهم احنا بدنا نكمل ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية لفنا كمان نص ساعة وبننزل الفيديو هذا وبعدين يتبع في حلقات أسواق قادمة بإذن الله إن شاء الله تكون حلقة لطيفة خفيفة زريفة محببة جميلة والله يعطيكم العافية وحلو تعرف الثقافة وشو موجود بالبلاد هاي ويعني أسواق شعبية طلعنا عنها بس اليوم إن شاء الله بكون بنكهة مختلفة ومرتبة السلام عليكم